يتم نداء الاسم. يتفضل الشيخ ورئيس الهيئة علشان بعدنا نعطلكم شيخنا. نتمنى من الأحبة الأولياء الأمور يوقفون له أبنائهم. السيد أحمد، السيد حسن، الشاخوري، السيد صارق، السيد جعفر، سيد مجيد موجود، سيدنا طبعا. هذين الأحبة الشباب الصغار حافظين الصلاة وتم اختبارهم. الطالب الثاني السيد باقر، السيد جواد، السيد باقر، تفضل يا ولي أمره، تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. اي طالب نعطيه الهديه يستريح على الكرسي علشان يكون ناخذ صوره جماعيه ويا سماحه الشيخ. استريح سيد، سيد جواد، قد على الكرسي. السيد عبد الله، السيد طه، الطالب اللي بعده يستعد. احمد منتصر عبد الرحيم، سيد حسين، سيد محمد، سيد مجتبى، سيد حيدر، سيد علي، سيد حسين، عندنا طبعا الطالب اللي هو حسين عبد الفتاح، نتمنى له التوفيق العاجل والعودة إلى أهله إن شاء الله سالما. إذا أحد من أهله يوقف يستلم الهدية، حج طاهر جدة، صلوا على محمد وآل محمد. منك أبو علي، ما يحتاج مني أبو علي. محمد عقيل ميرزا، عقيل موجود، حج ميرزا إذا موجود تفضل. أبو عبد الواحد، السيد محمود، السيد زكريا، طبعا عندنا السيد بعد، سيد علي او السيد احمد، السيد حسن، سيد محمود، سيد زكريا مو موجود. وايضا عندنا مدرسي مرحله تعليم الصلاه عقيل جلال الحمد، السيد حسن، السيد مرتضى،
والسيد محمد سيد هاشم. مالك إذا تعدلونهم حق الصورة الجماعية بس. نشكر له اللجنة الثقافية بإدارة المأتم على إتاحة الفرصة لتقديم الهدايا وإعلان أيضا للأحبة هناك استمارة تسجيل عضوية لعمومية الهيئة موجودة عند باب المأتم. عقيل بعد إذا تجي تصور يا ولد بعد حياك عقيل مدام الشيخ موجود.